هذا الموسم أمام جمهوره وفي ملعب أول نوفمبر دائما. الأمل واجه الشبيبة في مباراة كانت تعد بالكثير، لكنها جاءت عكس ذلك ولم ترقى إلى المستوى الذي كان ينتظره الجمهور. شوط المباراة الأول سجلنا خلاله محاولتين اثنتين، الأولى كانت في هذا الهجوم المعاكس، لكن فيستون هنا يضيع فرصة فتح مجال التهديف، والثانية كانت تسديدة بالعلجية هذه التي أخرجها الحارس بوفناش بصعوبة كبيرة. وشوط المباراة الأول انتهى بالتعادل، الأبيض صفر لمثله. المرحلة الثانية من المباراة وأول محاولة من كماش ورأسيته غير بعيدة عن مرمى صالحي، ثم بالعلجية من جانب الشبيبة في هذه التسديدة، وبوفناش وظف كل إمكانيته لإخراج الكرة. الشبيبة كان بإمكانها فتح مجال التهديف بعد هذا الهجوم المعاكس لو استغل كل من بالعلجية فيستون وبن يوسف هذه الفرصة السنحة. ثم بالعلجية في محاولة أخرى والحارس بوفناش يخرج الكرة لتنتهي هذه المباراة على نتيجة التعادل الأبيض صفر لمثله. انا جو سوي تري تري فيير دو مي جوور باسكو افيك توت لي كونديسيون هادو ما ديفيسيل دو ترافاي ما يخفالكش بلي عندي دي جوور وحدهم وحدهم في ليشوفمون راف ديسيلون دم من النيف دونك سافي دير بلي سي ان سين ماشي برك دو فاتيك باسكو ما يخفالكش بلي دوبي ديبي دو شامبيونا اون اريت با تفير دي ديبلاسمون ميم كي نجو نلعبو هنا رانا نديرو دي ديبلاسمون اون في اون اور لا في وكأن رانا نلعبو على الاكستيريور. Donc il faut comprendre les joueurs, il faut les comprendre par rapport à tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Anna, je tiens à les féliciter parce que c'est pas facile du tout de se mettre à notre place aujourd'hui et surtout à la place des joueurs. Bah ouais, mais bon, pour avoir un bon match, il faut être deux, donc c'est pas facile. Hein. Ils nous ont attendus en espérant jouer en contre. Nous, on a été méfiants aussi, mais on n'a pas été franchement très bons. On a fait beaucoup de mauvais choix. Et même en augmentant, je pense, un peu plus notre qualité de jeu, ça aurait pu passer. Mais apparemment, c'était un jour sans. Mais c'est pas grave, on a pris un point, c'est comme ça.